حتى الناس سبحان الله، ذلك الشاب مدمن الخمر، يعني هذا واحد الشاب كان يشرب الشراب، كان مدمن الخمر دائما سكران، كان يتمشى في السوق صاب واحد البرضة، واحد العباية شابة تباع، قال له كان عندي الدراهم نديها هدية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رايح جاي على ذيك العباية رايح جاي، الله لو كان يعني عندي نديها الرسول صلى الله عليه وسلم هدية. راح عند البائع قال شعلت بيحة، قال نبيحة بطون، بيحة بمبلغ كذا، قال طبقها وروح معايا. فذهب إلى رسول الله طبطب على النبي صلى الله عليه وسلم في داره صلى الله عليه وسلم، حل النبي قال يا رسول الله جئتك بهدية، المسها يا رسول الله. لبس النبي عليه الصلاة والسلام ذيك البردة، جاءته شابة عليه السلام فرح، قال يا رسول الله كنت متمني أشوفك لابسها، بس أخلصها أنت يا رسول الله ما عنديش باش أخلصها. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل احنا يدي لك واحد كيما هكذا واش دير له؟ تقيم عليه الدنيا سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم تلك الابتسامة التي تملأ الوجه بهاء وجلالا وسنا وسناء ما شاء الله، ودفع الثمن. هذا هو رسول الله عليه السلام. هذه الدعوة وهذا الإسلام ما انتشرش بالعنف وبالتهجير وكذا وتقصيف الناس وإيكارتي في هذا، لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الجميع لأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان واحد يسمى النعيمان، هذا كان يضحك النبي، كان يضحك النبي عليه السلام، النبي عليه السلام يجلس معه باش يضحكه صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لكل واحد من أهل الدين اليوم، يعني اللي سبحان الله العظيم التزم أو فعل شيء من أمور الزي الإسلامي أو كذا، يبدأ يشوف روحه وصاي واصل، لا لا، انظروا لرسول الله. هذا النعيمان كان وجد النبي يوما مع عائشة رضي الله عنها، قال يا محمد هذه هي بنت أبو بكر الصديق؟ قال نعم يا نعيمان. قال طلقها وأزوجك أختي. وهذا نعيمان كان ذميم أو شباب، مش شباب فقير كذا، لكن كان يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد طلقها وأزوجك أختي. عائشة المرأة الحكيمة، هذه المرأة اللي يقول عليها الزركشي في كتابه أن هذه المرأة فيها 40 خصلة ما وجدت في امرأة من النساء، فيها 40 خصلة عجيبة. فقالت يا نعيمان، انظر للمرأة يا نعيمان، المرأة التي تربت سبحان الله في دار الدين حكمة، قالت يا نعيمان هل أختك تشبهك؟ أختك تشبه لك؟ قال نعم. إذا قالت ما فيش مشكلة سبحان الله، معنى أختك ما يشبه. فسبحان الله العظيم، النبي عليه السلام بحكمته بإخلاصه بوفائه بقربه للناس للضعيف اللي عنده اللي ما عندوش، الناس أحبته صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى حب رسول الله عليه الصلاة. أنت كمسلم اليوم تسمعني، أنت أختي المسلمة اليوم لابد أنك تجتهدي.